أعلنت شركة جوجل أنها ستطلق الإصدار الأخير من جوجل كروم لنظامي التشغيل ويندوز 7 وويندوز 8 في شهر فبراير العام القادم، وسيكون كروم 110 هو الإصدار الأخير الداعم لنظامي التشغيل الأقدم من شركة مايكروسوفت، وسيظل كروم يعمل على نظامي التشغيل بعد الإصدار 110، لكنه لن يحصل على أي تحديثات مستقبلية أخرى بعد ذلك وفقاً لما ذكرته صفحة الدعم من جوجل، ولن يتمكن مستخدمي كروم على ويندوز 7 وويندوز 8 من تلقي تحديثات الأمان والاستفادة من أحدث ميزات كروم. الجدير بالذكر أنه على الرغم من إصدار ويندوز 7 لأول مرة في عام 2009 وانتهاء دعمه رسمياً من قبل مايكروسوفت في 2020، إلا أنه لا يزال يستخدم على ما يقرب من 100 مليون جهاز في العالم وفقاً لموقع ذا فيرج، وهذا يعني أن الكثير من الأشخاص قريباً سيتعاملون مع نظام تشغيل ومتصفح ويب غير مدعومين، مما قد يمثل مخاطرة أمنية كبيرة على بياناتهم. عزيزي المشاهد، نوصيك بالتحديث إذا كنت ممن يستخدم ويندوز 7 و8 بأسرع وقت ممكن. أصدرت شركة أبل هذا الأسبوع تحديث iOS 16.1 للجمهور بعد نحو شهر من الاختبار التجريبي، مضيفة ميزات جديدة إلى نظام تشغيل iOS 16. وأتاح تحديث iOS 16.1 لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد الوصول إلى تطبيق فيتنس بلس الخاص باللياقة البدنية، ولمستخدمي أجهزة أبل التمتع بخدمات التطبيق حتى لو لم تكن لديهم ساعة أبل واتش، علماً بأن التطبيق يعمل باشتراك شهري قدره 10 دولارات أمريكية. وتغير تصميم النسبة المئوية للهاتف في التحديث الجديد، إضافة إلى ذلك أنشأت مكتبة صور على iCloud Drive مع إمكانية السماح لستة أشخاص بالدخول إلى هذه المكتبة وإضافة الصور والفيديوهات والتعديل عليها أو حذفها. كما أن الشركة عدلت طريقة إضافة خلفية جديدة للهاتف من داخل الإعدادات مع إمكانية عمل تخصيص في شاشة القفل Lock Screen أو في شاشة الهاتف الرئيسية Home Screen، كما يمكن تخصيصهما من شاشة القفل دون الحاجة للدخول إلى الإعدادات. وسيكون تحديث iOS 16.1 متاحاً لمستخدمي أجهزة آيفون 8 وحتى آيفون 14. قالت شركة أرشر للطيران إنها تهدف إلى تصنيع ما يقرب من 250 سيارة أجرة جوية إير تاكسي تعمل بالبطاريات الكهربائية بحلول عام 2025، وأنها ستعمل على زيادة الإنتاج في السنوات التالية بعد الحصول على اعتماد طائراتها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA. وفقاً لموقع رويترز، فإن آدم جولدستين الرئيس التنفيذي لشركة أرشر قال: سنصنع 250 طائرة في عامنا الأول و500 طائرة في العام الثاني و650 طائرة في سنتنا الثالثة، ثم نوسعها لإنتاج ما يقرب من 2000 طائرة في السنة. وتهدف شركة أرشر إلى التصديق على طائرتها التجريبية ميدنايت التي تضم 4 ركاب من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA بحلول 2024. الجدير بالذكر أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لا تزال في مرحلة وضع قواعد اعتماد لهذه السيارات الطائرة. هل ستكون السيارة الطائرة ميزة فائقة لخدمة النقل المستقبلية؟ أم أن لكم رأيا آخر؟ أخبرونا في التعليقات.